الخبر الاول اللي عدنا عن رد متابعين مملكه القصص على بيسان وانس الشايب. طبعا بعد ما سبوني للمره الخامسه بس اشخاص ما يعرفون شو اللي صاير، فبيسان وانس نزلوا هذا المقطع على قناتهم الثانيه، وتقريبا اول كم ساعه كانوا مثبتين تعليق جنبي علي ويسبوني بي ويكتبون علي مملكه الزفت من هذا الكلام. هي صراحه حركه اطفال عم يحرضون المتابعين مالتهم على مود يتهجمون علي. ولكن رغم هذا الدخول على المقطع وسوزو بي على التعليق، راح تشوفون انه كل التعليق مكتوب عليه جيش مملكه القصص، مكتوب عليها رقاصه ويتهجمون على بيسان وانس الشايب. وطبعا من الواضح انه انس وبيسان خافوا من هذه التعليق او خافوا من جيش مملكه القصص، فحذفوا هذا التعليق المثبت. صراحه ما يحتاج الرد، فحبايبي واصدقائي هم اللي ردوا، لانكم جيش كفو قدرتوا تردون عليها بطريقتكم. طبعا من الواضح انه ام بيسان هي اللي حرضت هذا الموضوع انه يكتبون هذا التعليق ويثبتوه. طبعا التعليق انكتب من حسابهم الثاني. اكتبوا لي يا حبايبي الكومنتات شركوا بهذا الخبر وحركه انس وبيسان وتهجمهم علي وردكم عليهم، وهل تتوقعون انهم شالوا التعليق المثبت لانه خايفين من عندكم او لا؟ الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني. فمحمد جواني نزل على سبب الانستغرام هذا البوست واللي كان بيلقم المقطع اليوم، طبعا حمس بيه المتابعين للمقطع اللي راح ينزل اليوم على الساعه بالاربعة واللي راح يكون مقلب مايا، وبنفس الوقت راح يكون اكو مسابقه على 200 دولار. طبعا راح يطلع فجاه بالفيديو، اللي يعرفه اول واحد راح يربح 200 دولار. راح اعطيكم هذا المقطع شوفوا. انت جاي تبيعيني هون، جاي توقفي مع الاعداء ضدي، لك قديش دافعي لك يا الله، قديش دافعي لك حتى تبيعيني؟ انت اذا صاحبة حق بتدافع عن حالك. خلص ما بعرف لانه انا مش غلطانه بشيء. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي يارمار. فيارا نزلت على سبب الانستغرام هذا الستوري قلت عليه من خلال انه راح ينزل مقطع على قناه انفر جابر، وراح يكون فيديو كلش قوي وراح يكون بيه نوعا ما فريق نورمار. قولوا يا حبايبي بالكومنتات المقطع منو متحمسين اكثر بين محمد جواني والمقطع اللي راح يكون بيه فريق نورمار. الخبر الثالث اللي عدنا عن نورمار وطلبه من المتابعين، فنورمار نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، هذه الستوريات كان يقول بيها انه حسابه بالانستغرام باقي له شويه ووصل 200,000 متابع، فيطلب من المتابعين انه يوصلوا 200,000 باسرع وقت، انا ودي بسوي له فعاليات ويتفاعل بالانستغرام، فراح احط لكم رابط حساب نورمار بالوصف، روحوا كلكم وصلوا 200,000 خلي يسوي لنا فعاليات، راح اعطيكم طبعا للسوري مال نورمار. شوف طيب يا جماعه، تمنا 15,000 حتى نوصل 200,000 هون بالانستغرام، فاذا وصلنا 200,000 راح اسوي لكم فعاليات مثل ايام زمان، فالكل ينشر لحتى نوصل اليوم 200,000. غير هيك يا جماعه، مشان حسابي القديم عم نشتغل فيه وان شاء الله كلها فتره وقت برجع، بس لانه الدعم سكر شهر الكورونا. الخبر الرابع اللي عدنا عن فضيحه انس الشايب وهي لين الكوري. طبعا بالنسبه للي ما يعرفوا من هي لين الكوري، في لين الكوري هي واحده من حبيبات انس الشايب القديمه اللي طبعا كان يتصور وياها وبعدين صار ينصب عليها وباقيها وباقي حساباتها كالعاده، يعني هذا الشيء اللي يسويه انس الشايب ويا اي بنيه. كل منهم حساب تيك توك مالتها كان ب 200,000 وانطال اخوه. طبعا راح اشرح لكم موضوعها بالكامل، ولكن باكر لا يحتاج له وقت هوايه بالمونتاج، فراح اشرح لكم اياها باكر. طبعا اكيد بعد ما انفصل وياها وباقيها صار يطلع بلايفات وصار يسب عليها ويحكي عليها. طبعا راح تلاحظون باللايف انه هو ما قال اسمها، ولكن الكومنتات كلهم يعرفون انه هو كان يحكي على لين. طبعا هذا هو قديم صار يحكي عليها بعد ما تعارك ويا لين الكوري، احط لكم هذا الستوري. انت اللي مذاقي سماي، مذاقي حياتي كلها، مين هي انس؟ اللي ما بيعرفها ما بده هالمعرفه. ما بوقف طريق نجاحي على بني ادم رخيص، لانه اذا فتحت اسمي او بعرف ان ذاكر اسمي باي مكان راح انفر ريشها. وصل يا حبايب، قبل ما ننهي المقطع يا حبايب اتمنى الدعم كلش نازل هذه الفتره، بس حطوا لايكات شويه خلينا نصعد الدعم، وشكرا لكم على كل الدعم. كانوا فايزين بقدمه القصص، مع السلامه.